بكم مجددا من هنا من أرضية ميدان الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وهكذا المهرجان تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد المفدى الحسين بن عبد الله، حافظك الله ورعاك يا سيدي من كل شر ومكروه. وهكذا كما تابعنا الأشواط التي مضت فيها المتعة والتحدي، ونقدم أجمل التهاني والتبركات لجميع الفائزين في المراكز الأولى والذين حاصلين على سيف ولي العهد المفدى، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. وهكذا على هبة الاستعداد ينطلق هذا الشوط، شوط الزمول المحلي، الشوط الأول لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح أيضا في هذا الشوط. إني أرى الشعارات العملاقة والشعارات المرشحة أيضا في هذا الشوط، الكل طامحا لرمز هذا الشوط سيف ولي العهد المفدى حفظه الله ورعاه. وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونستعين. ينطلق شوط الزمول المحلي لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية، نتمنى لهم التوفيق والنجاح أيضا. ونشكر أيضا زميلي المعلق حمادي علي عيد الزوايد، وأيضا نشكر سناب أبو بندر العنزي على نقل هذا الحدث عن طريق الأسناب. ولكن هنا لك متابعين الأعزاء، نناظر ونتقدم لكم بهذه الشعارات بهذا الشوط، الشوط الزمول. يا سلام على انطلاقة هذا الشوط، شوط الزمول المحلي لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية. الشوط الأول في مقدمة الشوط هداج مع فرج مطلق، الدبر أيضا يقدم لنا شعاره على أول المراكز. راعي السعيد اسعدنا اليوم يا راعي السعيد، ولكن لازال عثاني المراكز متواجد مع عقاب مع صخر بن عواد. الزوايد أيضا يقدم لنا عقاب عثاني المراكز الشعار العناب، ولكن على ثالث المراكز متواجد معنا غزلان لسليمان خليل إبراهيم أبو معيتق، أيضا متواجد معنا الأعصار الغربي على ثالث المراكز. وأيضا هنالك من تسلل من مركز نحو مركز على رابع المراكز في هذه اللحظات، الريع الريع مع عبد الله بن حمد الزوايد أبو أيهم، أيضا يقدم لنا شعاره على رابع المراكز. على خامس المراكز متواجد معنا إشعيلان مع حسين صباح سليمان السعيديين، أيضا على خامس المراكز. وعلى سادس المراكز واصل إشعيل عيد عواد الترابين، أيضا يقدم لنا هذا الشعار على سادس المراكز. على سابع المراكز واصل مدلل مع نايل بن عيد الزوايد، أيضا يقدم لنا مدلل على سابع المراكز. وعلى ثامن المراكز واصل في هذه اللحظات قودان مع يونس بن عود بن ضيف الله الزوايد، يقدم لنا هذا الشعار على ثامن المراكز. وعلى تاسع المراكز واصل معنا سهم عيد عواد الترابين، أيضا متواجد معنا على تاسع المراكز. وعلى عاشر المراكز أيضا واصل معنا علقم علي بن عيد الزوايد. ونختم النداء لأول عشر المراكز مراكز، ولكن نعود وننتقل مع أول المراكز، مع أول المنطلقين، مع أول الباحثين عن رمز هذا الشوط، عن سيف ولي العهد المفدى. ولكن لازال عقاب عقاب وهداج هداج والعقاب، ولكن لازال مسيطر لهذه اللحظات هداج يا هداج مع فرج مطلق الدبر، أيضا يقدم لنا شعاره على أول المراكز يا راعي السعيد. ولكن عقاب عقاب الشعار العنابي أيضا متواجد معنا بكل قوة وامتنان، يريد السيف يريد الرمز، ولكن لازال على ثاني المراكز.
ثالث المراكز أيضا واصل معنا في هذه اللحظات غزلان سليمان خليل أبو معيتك على ثالث المراكز وأيضا واصل معنا يشعل عيد عواد الترابين وأيضا واصل مدلل نايل بن عيد الزويد وأيضا واصل معنا يشعيلان حسين صباح سليمان السعيديين وأيضا واصل سهم عيد عواد علي الترابين ولكن اتركوني مع هداج وعقاب هداج وعقاب لازال هداج مسيطر لهذه اللحظات على أول المراكز مع راعي السعيد مع فرج بن مطلق الدبر لازال مسيطر لهذه اللحظات ولكن عثال المراكز أيضا متواجد معنا في هذه اللحظات راعي عقاب صخر بن عواد الزويد صاحب هذا الشعار العنابي صاحب العوايد ولكن نبتعد عن بقية المراكز ولكن لازال مسيطر لهذه اللحظات متابعين الأعزاء أينما كنتم هداج يا هذا الشعار المرشح لهذا الشوط ولكن هنالك أيضا عقاب متواجد يريد الهروب وتسلل عول المراكز مع صخر بن عواد الزوايد يا سلام يقدم لنا هذا الشعار العنابي هذا الشعار الذي يتكرر في بالي عدة ليالي متواجد أيضا معنا على أرضيتي هذا الميدان ميدان الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى وكل منهم طامحا لرمز هذا الشوط سيف ولي العهد في الانتظار أين يغادر مع راعي هداج أما مع راعي عقاب أما ولكن واصل أيضا معنا في هذه اللحظات اشعل يريد يشعل الشوط راعي اشعل عواد عيد بن عواد الترابين أيضا متواجد معنا على ثالث المراكز يا سلام يشعل على ثالث المراكز يريد الهروب وتسلل من نحو مركز يريد المغادرة نحو السيف الانتظار أين يغادر سيف ولي العهد المفدى أين يغادر هذا السيف ولكن لازال هداج عوال المراكز مع فرج بالمطرق الدبر عثان المراكز واصل يعقاب مع صخر بن عواد الزوايد وأيضا على ثالث المراكز واصل اشعل الشوط يشعل مع عيد بن عواد الترابين أيضا قادم بكل قوة وامتنان ما يرضى إلا بالسيف ولكن هداج لازال يفرض السيطرة التامة على مقدمة الشوط لازال يفرض السيطرة التامة على أرضية هذا الشوط والعصا قوس لا لفت ولا دارت لهذه اللحظات ما تبقى إلا 2 كيلومتر متابعين الأعزاء عليكم بالانتباه ولكن اشعل يتقدم من مركز نحو مركز يدفع به العملاق عيد بن عواد الترابين أيضا متواجد على ثالث المراكز وأيضا الشعار العنابي مع صخر بن عواد الزويد أيضا لازال عثان المراكز يريد الهروب وتسلل نحو المركز الأول ولكن هنالك هداج يا سلام لازال عول المراكز أقف ضامر كما القوس وإيش يقضبه لا سمع صوت راعي ويا سلام لكن عثان المراكز لازال معني عقاب صخر بن عواد الزوايد ولكن أتحرك هداج لف ودار واقلع بين لحظات لولا الجاذبية لكان طار الكيل والمجنون يحصل فيها الجنون أين يغادر رمز هذا الشوط السيف الانتظار سيف ولي العهد المفدى أين يغادر
مع هداج أما مع عقاب، أتحرك عقاب، قادم عقاب، قادم عقاب بكل قوة وامتنان، يدفع بها الشبل، يدفع بها الشبل، يدفع بها أبو زيد صخر بن عواد الزويد، يدفع بهذا العملاق، يدفع بهذا الشعار، يريد الهروب وتسلل نحوه سيف ولي العهد المفدى يعقوب يعقاب، ولكن هداج 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 يا فرج يا مطلق الدبر، الدبر لازال، ولكن عقاب 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 مع ثاني المراكز، وتحرك عقاب وتحرك عقاب، يقترب يقترب من الفوز، يقترب من سيف ولي عهد المفدى مع مع الشاطر مع الشاطر صخر بن عواد الزوايد، يا عملاق يا عملاق، هداج هداج ولا عقاب، عقاب عقاب ولا هداج، هداج ولا عقاب، عقاب عقاب عقاب، ابدعت ابدعت يا عقاب يا صخر يا بن عواد يا الزوايد، من يقدم لنا عقاب يدفع به اول المراكز هذا الشبل، عقاب عقاب أقف ضابر كم القوس وإيش يقضب، لا سمع صوت راعي رحبوا معي بهذا الشبل بهذا العملاق بهذا النادر، يا أحمد يا بن عواد يا أحمد يا بن عواد، ولكن عقاب عقاب يا عقاب رحبوا معي بعقاب مع صخر بن عواد، يا عملاق يا عملاق يا عملاق، رحبوا معي بهذا الشبل عقاب، من يغادر بالشوط السمول المحلي مع صخر بن عواد الزويد مع ثاني المراكز، واصل هداج فرج مطلق الدبر مع ثالث المراكز، واصل معنا شعيل عويد عواد الترابين.